الجمهور ما اقدرش ان انا ما فيش سمير برضو من الكلمات اللي ممكن توفي هذا الجمهور حقه. يعني اي امور صعبه مرينا بيها جمهور ده حماه، هو جمهور النادي الاهلي اللي واقف في ظهرك، هو جمهور النادي الاهلي اللي بي يعني مش عايز اقول شايلك وماشي بيك يعني. فانا الحقيقه بشكرهم جدا جدا يعني. واي انجاز واي بطوله واي امر جيد النادي الاهلي بيقوم بيه هو رد بسيط جدا ومش قد ابدا اللي انت بتقدمه للنادي الاهلي لكل لعيبته وكل مسؤوليه.